عزه المريخ هذا عطوك تلاقينا معاهم هاهم ثلاثه العشاقه اي فروماج انكور ان بو وسلم تسليما كثيرا غادي ندو نعيدوا بهاد جوج بقرات هاد البقره جزاك الله خيرا وياك سعيدون نكونوا مع العائله وعلى جري حدايا بالريط هذا الحولي هذا البقرات واو الطبيعة هنا واعرة سطية وعبد الإله تقبله التوغو بكياسة جديدة شنو كيفاش كي دخلت الغانا شنو صار؟ عرفتي دخلت الغانا كيف الحدود ديال غانا ما كاملاش شي كيلومتر طرات ليا بياسة دابا أنايا في التوغو يلا دخلنا من الحدود مازلنا ما طبعناش باسبورات فوالا يلا قالوا لنا واحد 4 كيلومتر غتلقى واحد البوست فين غادي تطبعوا ويطرى ليا عاوتاني بياسة واحدة أخرى أشوف الحمد لله من تجي في بياسة هاد الأعطاب هادو راه هانية ماشي مشكل شو على الطبيعة حنايا دابا في الحدود ديال طوغو كنا دزنا من الاول قال لينا راه عنده الطابع خاسر الثانيين قلبونا وهادو اللي كانوا خاصهم يطبعوا لينا حنا في خبرنا بان كاينه فيزا ترانزيت يعني غير باش تدوز من البلاد وتخرج ب 10000 صفه 10000 صفه تقريبا هي 200 درهم وصلنا لهنا قالوا لينا لا ما كايناش راه خاصكم تخلصوا تقريبا شحال 25 ولا 35 صفة شحال 25 ألف كان خصكم تخلصوا 35 ألف صفة يعني تقريبا 600 درهم خاصنا نخلصوها تندوي على رحاب أنا المغربي ما تنخلص ولكن الرحاب خاصة تخلص إيوا حنا غادي نريحوا هنا حدا واحد الجامع أندرا في الاخر عملنا 2 بتاع 25 عملت 3 في 8 وزيدهم تمبري واش قعدت طباعي هادو ديال الفيزا يا فيزا ودي لونتري ان شاء الله تقعد بارتي صغيره للسورتي فيزا المريخ هذا عطاوك فيزا المريخ سي عبد الاله الدحماني ما يستحقش هذا الكل خاطر موصي عليه هذه بركه انا هذه كاو هذه بركه كاو هاي وشحال خلصتي 25000 صفه هي جمعتينك ها بونجور مدام اول فيلاج دخلوا ندوزوا عليه في طوغو بعد ما دوزنا الديوانه تلاقينا معاهم جايين تابعيننا تجريو اول فيلاج عادي الدراري هما بحال هكا ولكن في غانا لاحظنا ما كاينش هادشي هذا الدراري ما تيتبعوكش ماشي هذا طوغو مختلفه واحد شويه تتحس فيها بنيت بهذاك الطابع الافريقي طريق محفره بيست بحال هكا الحفاري او الدراري كما تشوفوا الطفوله الافريقيه باي باي هما دابا في الاخر قالوا لنا باي باي صافي ونشوف حالاتهم دابا قريب يظلم الحال خاصنا ندبرو في شي بلاصه نباتو فيها
ديما تنحاولوا نقلبوا على شي بلاصه اللي تكون مدرقه شويه على الشتاء. مع دابا حنا موسم الشتاء باينه تتصب الشتاء كثيره حتى هنايا. ها نتوما شوفوا دابا غير هذا الغيس هذا ها هو يا الدنيا مغيسه دي غرين جو بونس سيراميك. هذه اول لعبه يلا كي دخلنا للطوقول لقينا الناس تلعبوها هنايا. ها هي هذه اللعبه هذه تلعبوها بلي غرين بهاد الزريعات والزريعات تاع واحد الشجره. وهذا ديال الحساب داكشي ديال الحساب وما كاين قرد ما كاين قرد نايضه عندهم هنايا. بونسوار صافا ميرسي بوكو اوا شو هاد المعيزه شو هاد المعيزه مع مع الدجاجه مع بعضياتهم. خلاص الحيوانات تلقى شي جوج من الفصيله مختلفه تيولفوا بعضياتهم. البارح المهم كنا تنقلبوا على شي بلاصه نباتوا فيها لقينا هاد المدرسه هادي. ها هي مدرسه بنت ليا المهم اصلا اليوم الحد ما كاين حتى شي واحد. ها هي مدرسه زوينه ونقيه هي هادي اللي بتنا فيها اليوم. ودابا حنا غادي نمشيو للفيلاج نحاولوا ناخذوا كارطه تاع التليفون النمره هنايا تاع طوغو نشارجيو لا كونيكسيون انترنيت. عندنا واحد الفيديو خاصنا نهبطوها اليوم لحد المشاهدين وكذلك كنت باش نتواصلوا مع العائلات ديالنا. وهذه هي البلاصه اللي بتنا فيها هي هاد القسم هذا هو هذا شاد المعيزات هذا هي جاي باغا تدخل القسم. ندخلوا شويه على الشتا نكملوا الجميع الفطور ديالنا ونمشيو لواحد الشلال كاين هنايا ما بعيدش واحد 8 كيلومتر ان شاء الله. نمشيو نشوفوه. رحاب السرج مازال باقي تيلعب؟ يلعب السرج زيري ما بقيتش ما سميتش مستانسه بالبروكس قادي ليه العبار ديالو زيريه. هذا هو القسم اللي بتنا فيه هو هذا قسم نقي الدنيا زوينه نقيه. شوفوا معنا الجبال والجو والدنيا والغايس. مرسي بونجور بونجور. بونجور مسيو بونجور. Vous avez carte SIM numéro togolais? Non. Et on peut pas trouver ici dans le village? Non, c'est à Palmé. C'est à Palmé. Palmé, même okay. C'est une ancienne carte SIM qu'on peut utiliser si vous avez une ancienne. Parce qu'aujourd'hui, dimanche, c'est pas garanti qu'on trouve. Ok, ok. Vous avez sucre poudre? Sucre poudre, ouais. C'est combien le kilo? Le 650. 650? Ouais, ouais. Ok. Qui est-ce qu'il y a du sucre? Qu'il y a des 650, c'est pas. Qu'est-ce qu'il y a du 600? ويبدا يضحك يقول لي نديرو 700 هو قلت ليه ماشي مشكل. شوف هذا سي كوكو رابي سا سي كوكو رابي واو سا سي كوكو داكور سي كومبيان سا سي 25 25 on a fait ça avec سي سكري ouais sucré avec كوكو بالمي là كوكو بالمي 25 25 on va acheter on va goûter واو C'est togolais ça. Première découverte à Togo. Oh, fromage bien le Maghreb. Combien un paquet? Un paquet fini. Mais c'est combien? Sinon, c'est 950. 950 le paquet. 950, je ne sais pas. Ok. Combien, souris? Ça, 450.
هنا باليا عندهم أثمنة مزيانين، أثمنة رخص بزاف من غانا، ورخص بنت ليا رخص ثمن الكوت ديفوار، ومن هذا بالنسبة للفروز ثمن جد مناسب 400 صيفا ولا 450، البيض ب 100، السكر السنيده ب 650. دينا ضم احنا اوكي بارك الله فيك، ميرسي بوكو. لو موتون لو موتون سالا با كنا في اكروشي سي تري اوكي. سي كون لا فيت لو ميكرودي عيد مبارك. ميرسي ان شاء الله. السلام عليكم. بونجور. اش قولك في الطريق؟ زوين. توحش الغايس هنا في غانا، ناكلها قدرو فمش تمرميد في الجبال المحلي اطلافريك أعماق أدغال هاد الجبال وتغيس زوينة واحد دشي ما لقيناش بيوس اليوم أحد، ما فهمتش كل بلاد ندخلونا ندخلوها بسبت ولا أحد، وما نلقاوش بيوسات وقصنا نهار الاثنين حسيلو. ما لقيناش بيوس اليوم بوسك أحد، ولكن لأني في الطوكو فما حاجة مزيانة برشا اللي هي كيما البيبلينات بلاصة، يعني الناس تنجي تكونكتي منها تاخذ الوي فاي وتكونكتي، وهاي البلاصة كانوا قاعدين بحدنا برشا عبيد لهنا مريحين وعاملينهم طاولة وكراسي وكذا، تكون نكتي نهار كامل بصن فران، ساعة بخمسين فران، كانت تحب تكون نكتي نهار كامل بصن فران. مرة اللي فاتت في غانا وقت اللي وحلنا في اليوتيوب ما لقيناش كيفاش نهبطوا الفيديو، صارنا نفس المشكل، لقينا شكون عمل لنا بارتاج انترنت، صابين له فورفي هبطنا بيه الفيديو، مرة دي هبطناها بالصن فران هذايا نتاع من بكري وانا قاعدين. عبد الله تعب قال لي اش قولك في الصن فران 24 ساعة؟ الصن فران نهار كامل من ساعة ما كان سعيد من كثر كونكت ما نتحرك انا ندير شي حاجة مش عاجبه عبد الله، تحبنا نمشيو اوكي الشلال هذا حبيبي نمشي للشلال طبعا بالشلال هنايا. انا نقل كونيكسيون كونيك حبيت نشارجي فيلم، زدت نشارجي شاف فيلم نشارجيت فيلم وخير نشارجيت فيلم شناهي فيلم اكسيون كارتوش. لا لا ما نحبش انا كارتوش، نحب فيلم رومانسي. هاي السيدي بعد ما عبد الله طلع له الدم وتعب الانترنت الكونيكسيون جراتويت، انا نلوج على بلاصه وين باش نباتو. ها لقينا واحد صديقنا اسمه كوستا عرضني في الثنايا وحنا نلوج على بلاصه باش نباتو فيها باش يزنا بحذاه، فما كلب ظهر لي. بونسوار صافا صافا بيان ميرسي. نشوفوا مع بعضنا البلاصه هذه. فيلاج صغير ورايد على الاخر. انا مغامرة غدا بيان لي فوتو ولا ذوما اصحابنا بعدينا معهم الليله البارح فرحوا بينا برشا بيتنا لهنا. بسكليت انا عصبت بسكليت ايواش كيس كو تي فو دير او ماروكان بونجور او تونيزيان اوسي دافيد دافيد شادي الباك باك سويتي لوي بون شانس بون شانس جو باس لو باك سيت اني بون شانس بور توا اي فو سالو موي جو مابيل اونوري انشانتي اي نوت اوت يلا هذه البلاصه بتنا فيها البارح واحد الجماعه فرحوا بينا وانا تو باش نحلقوا. ميرسي بوكو نو بادكار كومون دير بو ميرسي اكبي 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 سي ميرسي بالبيلي سي كوا لا لونغ اي بي
جينا للحانوت هذايا نتاع سي عبد الرزاق نسلمح ليه على الاخر هاو يعاون فينا باش نلقاو بنو فينا عنده بنوات شوالب واعري ناضي اه واه ثاني عرفتي هذا منين شتو مالك جي جي في جيب لي هذا اه والشوالب الشوالب مش عملنا صوم زاد خاطر عبد اله من المغرب ويحب المغرب احنا تو في مدينه اسمها باليمي Qu'est-ce que vous voulez dire aux Marocains? Bah, ils sont des bons. En fait, ils sont bons quoi. Moi, j'aime beaucoup le Maroc. J'aime les Marocains aussi. Bah, tout comme tous les Africains. Oui, c'est vrai. Ils peuvent venir voyager. Ouais, ils sont tous les mêmes. Pas pourquoi? Le continent était. En fait, on peut pas aussi séparer les terres. Exactement. Puisque c'est l'étendue du territoire qui est tenu ensemble, c'est Dieu qui l'a décidé ainsi alors. Exactement. C'est votre fille. Non, ah, c'est mon petit frère. Ah, mon petit frère. Ouais, ça. Quand même, il vient de sortir. Masha'Allah. Ah, on met là, t'as l'achaka. Ah, on met. Choualeb, choualeb, choualeb. Ah, donc, on dit que c'est bon, on a 40 grammes le wahed. Ah, t'as l'achaka. ولا حبيبة باش تتفرهد بال بنوات جدد هلا من قلب باليمي توغو وي سيل فو بلي D'accord. Ok, des sauces qui sont pas piment, pas de piment. Oui, pas de piment. Ouais. Salade. Ouais. Non, d'accord. Non. 50, ça fait des sauces. Ça fait 50. Ça fait 300. Ok, et un peu de ça. Fromage, ok. Ouais. Pas trop. Lia, pour moi, c'est encore. Ok. Oui. Ok. Ici, c'est combien? 350. 350. Oh, je vais prendre un peu plus d'haricots, s'il vous plaît. Ok. Ouais, un peu plus d'haricots. Et fromage encore un peu. Ok. Merci. Vous n'avez pas à loco le banane? Non. Pareil. Bien. Yeah. Comme lui, je veux dire. Elle veut comme moi. Du coup, ici c'est combien? 300, 400? J'ai ajouté un engage, ça fait 400. 400, ok maman. Ça c'est les cuillères. Oui, c'est là qu'elles sont cuits. Ah, ils sont cuits, c'est ça, je vois. Stérilisés, plus de microbes. Je suis qui dérive. Ouais, merci. Et ça c'est quoi? Poisson ou? Oui. Poisson. La viande. Combien ça? Ok, ajoute-moi. Ok, merci maman. Pat, ah, ça j'ai répondu. Ah, c'est noir. D'abord, هذا تخليطه الروز و لا صوص و اللوبيا و سلاده هذا فرماج هذا فرماج كما شفتوا في الشمال ديال غانا فرماج شي قليوه هذا الشيء ب 400 المغرفه حاطينها في الماء سخون باش تتعقم هادشي كسر في راسي صحه 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 عندنا ساعتين واحنا ندورو لوجو على الماكله بصبر النار ولا اه ولا بنينة فرماج فرماج مقلي عالمي بنين شحال تقام عليك دابا هادشي هذا؟ 400 فران ولا 500 فران 500 فران شي 10 دراهم 10 دراهم ها هما الناس شنو كدايرين واو قمرها صباح الخير عليكم اليوم العيد هذه اجواء العيد هيا في الطوغو تبارك الله كاين الحماس كاينين الناس كثار ها انتوما ان شاء الله غادي نصليو صلاه العيد وغادي نمشيو عند واحد الامام غادي نريحو وندوزو معاه الاجواء ديال العيد
ها هما هنايا علي من دايرين العيالات، ها هما جايين هنايا علي من هذا تيران كبير، والقدام كاينين الرجال، هنايا كاينين الرجال غادي يصلوا صلاة العيد وغادي يمشيو يقوموا بالسنة ديالهم ان شاء الله. هنا هادو تيضربوا وتيدوروا معاهم الناس. هذه هي واحدة من التقاليد ديالهم. على ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا، وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. هادو دابا حنا غادي ندوا نعيدو بهاد جوج بقرات. هاد البقره هادي راه قبيحه، هادي قبيحه هادي، وداك العجل الاخر راه هويا كاين تمايا قباح. هادو قباح، هاد العجل هذا تبارك الله حتى هويا قبيح. وجينا عند العائله هادي تاع واحد الامام، تلاقينا معاه تيصايب داكشي تاع البشكليطات، هو اللي خدينا من عنده دوك البنوات شوالب اللي شفتو في الفيديو. وعزيز عليه المغرب، وبقينا تندويو معاه وهذا، وقال لنا لا والو والو تجيو تعيدوا معايا. قال لنا مرحبا بكم. وحنا جينا عنده هنايا مع العائله ديالو، دابا هو راه باقي تيصلي، غادي يجي واحد شويه ان شاء الله غادي يكون هنايا. الحمد لله كيف الدنيا؟ الحمد لله كل حال الحمد لله تماما. نحن جزاك الله خيرا وإياكم. نحن سعيدون نكون مع العائلة هنا. الحمد لله إن شاء الله. je ne suis pas foreign arabe. vous allez exercer avec nous إن شاء الله. et je vais vous aider petit à petit. si vous apprenez si vous connaissez pas un mot je vous le dis en arabe. je vous fais la traduction. d'accord. merci. هذا صديقنا أبو بكر استدعانا بحذاء شادي والعيد. c'est ma ferme ça. merci de nous accueillir. moi j'aime rester dans la nature. la nature est bonne. لا je préfère faire la vidéo moi. واعره واعره هاد البقره هادي، شي شحال من واحد مدغور هنا باش يشدوها. صعيبه صعيبه. يديروا ليها شي طريقه باش يديروا لها ديك القلعه على راسها. ما عرفتش كيفاش يديروا البقر عندنا في المغرب، وقال تيشدوهم من الرجلين، تجمعوا لها الرجلين حتى تطيح. هوبا هوبا. كور هذا البط نتاع سي ابو بكر. وي سي بو لي زاني ميم لي ميم لي موتون اي سون فوني اي باغين ينم لو ري. وي ما تو لي مايس لو ري لي سويا. مي سي سابيل كومون؟ دامبو كيما المسكسي اما معمول بالروز. سالا جرما كيما اوكي ام داكور. Germain, c'est un groupe ici à Togo, une autre race. Oh.
Et vous faites ça spécialement dans la fête? Oui. Ok. C'est doux. C'est comme couscous. Oui, c'est très doux. Oui. Ah ouais, ça me chante avec le خضرة et la sauce. يطيبوا لهنا على الفحم هذا الغاز الطبيعي الفحم حلتوا وزدتوا الماء تعالوا تفوروا تفوروا ثلاث مرات نحن الكسكسي نفوروا مرتين وهذه فوروا ثلاث مرات هذا روز مرحي كما الكسكسي بالضبط Ça ici, couscous ici, c'est quoi ici? Ah, patate douce. هذه أجواء العيد لهنا حاجة محلاة على الأخر على الأخر أجواء عالمية لهنا أنا نعاونوا فيهم خصوصا في البصل باش نحضروا توا الماكلة وننطلقوا في الأجواء الصحيحة ان شاء الله ها هو الحواله راه قردوا البقر تا هو راه غادي تيقردوا فيه صاحبنا اللي عبالي تيشوط ديما تنشوط حتى انا في المغرب مو جو في سا طول طون اوه جو في سا طول طون نو نو لا سي طون تور اخي اوكي طون فوا اريو نو اه برو برو يا شوفي قصا انا مورينغا لا مورينغا اوكي مورينغا مورينغا واش بالا مي توك ما هي مورينغا هذا الكسكسي اللي بكري قاعد وبالزيت وذي فلفل فلفل مع كمون بصراحة حاجة توب السيد اللي استدعانا سي أبو بكر أصله من نيجر والقلنا للأكلة هذية أصلها من نيجر بنينا بصراحة قلنا بدأوا بها حتى نجيب لكم المشوي هيا ريحة تبارك الله عليها قائمة بالعمل هيا ريحة برخدامة أصله في الدوارة طوى الصيد القديد الكرداس سدير اللحم اللحم دابا هاد الوراق هادو هاد الوراق هادو شي يدير فيهم اللحم هذا اللي تيصدق غادي يفرق على الديور دابا هاد جوج بقرات اللي يذبح هاد السيد هذا تياخذ منهم ما ياكل والباقي كامل تيفرقوا عنده جوج عيالات تيعطيهم واحد البركه بركه واللي بقى تيفرقوا على المساكين وعلى الدراوش الله يتقبل هذا ولد السيد اللي مريحين عنده وعلى جريح حدايا بالريط جريح حدايا حتي ويشد ليا الكاميرا يقول لي صورني صورني عايقه بيا رحاب قلت لي شو شو شي يدير ويتنوض ويشطح الناس عايشين بسطاء وسعيدين صراحه ما كاين ما احسن من البساطه في الحياه ها هو سي عبد الاله قصه اللحم للجماعه وانا المساعد هذا الحولي هذا البقرات قطعوهم دراري والحولي عطاتنا السيده نقطعوه حنايا هما تيقطعوا اللحم كامل طرافي صغار بحال هكا كامل تيقطعوا طراف اوكي تمام اقول هنا
هذه الفوفو اكله تقليديه يعملوها بالنيام، الخضره ديك الكبيره كما البطاطا مع الصوص بتاعها قاعده تطيب. هذه اللي طيبوا عليه يحطوا كما الطينه كي وتحته اللوح ويطيبوا في الشوك. في كان يا aussi le aubergine blanc universel moi c'est pas le blanc parce que aubergine il y a blanc ça il y a pas chez nous il y a que les aubergines noires mais je l'ai trouvé ici ça c'est pas de maïs maïs ni un yam ok yam نهار طبخ اليوم كما عندنا كما عندهم اما الاكل مختلف. هذه الاكله الثالثه ولا الرابعه اللي قاعده تطيب توا، صوص فيها خضره والحم وعيادي وسنين دائما. لاحظنا لهنا في التوغو اللي الناس ما يبداوش العيد نتاعهم بالمشوي كيفنا نحنا، يعني احنا في تونس مثلا نقصوا اللحم وديريك نبداو نشويو، يعني عادي فطور الصباح حاجه تتنحى معناتها بالقاموس، ولكن لهنا لا ياكلوا في عقلهم. جابونا من الاول روز مع صوص كليناها بالدجاج عادي معناتها يطيبوا دجاج نهار العيد، وبعديك جابونا الكسكسي هذاك بالمورينغا، وبعد جابونا الفوفو بالحوت. ومازال الحم يعني تويك قريب ما ساعتين ولا ما ثلاثه ومازالوا ماخذين راحتهم، يعني يشويوا زاد ينظفوا الدواره يشوشتوا الراس ومن بعديك يدخلوا في الصحيح. انا مازلنا نكتشفوا معهم. هذه الجلده ديال البقره، الجلد تاع البقره اللي وريتكم قبيله، ها هما كي تيديروا ليه وتيحطوا عليه الحجر باش يشويوه ويحيدوا منه الزغب، هذا تيطيبوه وياكلوه ما تتشافش اصلا بالنار. ها هي الاخرى، ها هي الاخرى دابا، هذه رشوه هذه، ها هي شواها، ها هي هذه، هذه دابا هي الجلده، الجلده تاع البقره صافي، دابا تحيد منها الزغب هذا ويقردوها ويطيبوها. هذوما الجلود تاع اوسي افير البطانه، البطانه هذيك هي البطانه. كيفاش تطيبها؟ واو الحمل هنا يتقص تفك كيما نكايا ويغليوه وبعد يقليوه في الزيت وبعد ينجموا يكونسيرفيوه، خاطر هنا ما عندهمش فرجيدارات، دونك هذه طريقة الاحتفاظ على الحم باش يقعد يشدهم لمدة أسابيع. بصراحة أجواء ممتعة برشا وغنية غنية برشا، يعني حتى واحد ما عديش العيد مع دارهم ويتوحشك الاجواء العائليه وكلها، ما سي تري سبيسيال معناتها باش تشوف كيفاش الحاجات اللي نعيشوا فيهم نحن في بلداننا كيفاش يتعاشوا في بلايص اخرى في العالم، معناتها حاجه ثريه، معناتها عندهم برشا حاجات اون كوما كيما هكا الذبيحه وكنساء يشدوا حاجات يعملوهم ورجال يشدوا كالقصان وكذا، ولكن برشا حاجات اخرى مختلفه زاد، مثلا هما لهنا ما عندهمش فرجيدارات، اللحم ما يحطوهش في الكونجيلاتور، فما اللي شيحوه فما اللي يغليوه، وحزم حكينا سيد سي ابو بكر اللي مضيفنا بحذاه قال لنا يغليوه في الماء وبعد يقليوه وبعد هذاك ينجم يقعد اشهر، معناتها ما يصير له حتى شيء، اللحم يطيبوا منه بشوي بشوي، نحن اللي نحطوهم في الكونجيلاتور، احنا عندنا الكرشه نعم نحشيوها معناتها بالروز والخضره والريه والكبده هذيك يتقصوا ويتحطوا في وسطها، هما لهنا يقصوهم، مازلت باش نشوف شنو باش يعملوا لهم، نتصور يطيبوهم زاد. تشوشة الراس نفس الحكاية، يعني كي حطوا كيكا يشوشتوا الراس وكل، حسيلوا أجواء محلاة على الأخر وعنا زهر بالحق، نحن محظوظين اللي نجمنا نعيشوا عيد من أعياد متاعنا في بلاد كيما هكا في أجواء أخرى إفريقية بحتة، وزيد فرحوا بيا على الأخر وعطاوني اللبسة دي متاعهم، بون ما عرفتش كيفاش نلفها بالضبط، حبيت نحاول أن نكون كيفهم معناتها في لبستهم في هكا جوهم وكل شيء، ممتعة بصراحة ومرتاحة. أنا خرجت نعم بها دورة عبد الله اليوم أثبت عن جدارة الحرفية متاعو في الأعياد، نتصور داركم توحشوك برشا، تحية لهم تقدوك في العيد هذا. هذا الجلد، هذا الجلد متاع العلوش، هذا الجلد اللي نورمالمون يكون صوف
اما هما يشوشطوه الكل نحيو منه الصوف ويقصوه وياكلوا كل شيء يتاكل انتو كان هنا نحن نفرشوه في توسط عنده زربيه آه. حاجه ما تبدا كل حاجه كل بلاد ورطانها آه ها انا شفت الراجل هز حاجه قلت شنو هي ها آه جند علوش شوفوا الصغار هذوما ما شاء الله زاد هما يقصوا كيما عبد الاله ما ها الحمبار اللي حضر كان كورا بدينا نخرجوا فيه وهذا بعدك يقليوه هو بيدو بارك الله عليها هذه مرتي ابو بكر حاطقه من كلفه وهذا اللحم اخيرا اللي حضر بعد مراحل من الطهي ويتسرب مع الفلفل هذايا حاجه بنينه برشا عيد مبارك عليكم وكل عام وانتم بخير